ننتقل إلى موضوع آخر ومعاناة أخرى يعيشها العراقيون. وثق إعلامي معاناة عمال النظافة في بغداد وأجورهم القليلة التي لا تكفي لسد رمق العيش رغم جهودهم المبذولة، وفي حر الصيف وطول النهار وهم يعملون على رفع النفايات وتنظيف الشوارع لكن دون إنصاف من الحكومة، بل ويتعدى ذلك إلى خصم أيام العطل الرسمية من مرتباتهم التي هي بالأصل قليلة. فلنشاهد. السلام عليكم وحياكم الله. شلونكم هدى؟ بعد روح تاج راس. شو اخبارك حبيبي؟ والله الحمد لله. بعد شلون وضعك؟ والله وضع التعبان هذا في البلديه 240 واربع جماعه. بس فهمني 240 الف باليوم ايش قد تستلم؟ يعني باليوم ايش قد يطلع عليك؟ اليوم يعني 8000. 8000 زمن المالكي كانت 10 110. زين ايش قد يقصون من يمك كل شهر؟ الشهر يقصون من عندي مال اربع جماعه. اربع جماعه يعني اللي قاعد انت معطل فيهم؟ اي بعد. زين ماكو عطلة؟ لا ماكو عطلة. ماكو اوف لكم استراحة؟ ابد. زين شو مطينك؟ شو مطينك؟ لا الغراض اللي مطيك فيها كرك وفرشة. كرك وفرشة وعربانة. ايوه. زين ناس مساعدتك في المنطقة يعني يساعدونك؟ لا والله المعين بس الله. نعم بالله. اي والله. زين خاف قالوا لك الجماعة ليش حكيت؟ اي زين. اي حبيبي تليفون يمك واحكي براحتك. تاج راس والتليفون راح يبقى يمك واي واحد يتعرض لك انا بخدمتك. رحم الله والديك. تاج راس. زين انتوا اللي تنظفون شوارعنا وتنظفون اللي احنا نلفه. تاج راس. زين تحياتي وسلام لك يا حبيبي. ربي يحفظك. بعد روح تاج راس قلبك يا طيب. تاج راس تحياتي لك ولكل اهلنا بالمنطقه بحي الاعلام. تحياتي للجميع. تاج راس.